رحمه الله. يا أهل السنة، يا أهل السنة، ترفقوا ترفقوا رحمكم الله، فإنكم من أقل الناس. لابد أن نترفق فيما بيننا حتى نحافظ على هذه اللحمة ونكون أقوياء. وقال سفيان الثوري رحمه الله من أئمة السلف: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وقال يوسف بن أصباط: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن رجل آخر بالمغرب أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة. فالسنة هي الطريقة النبوية العظيمة، السيرة، سيرة الحياة الكاملة الشاملة الخالية من الشبهات والشرك والبدع والشهوات والحزبيات والعصبيات. فانتسب يا رعاك الله إلى سنة العدنان، ففيها رضا الرحمن وفيها الفوز بالجنان، واعتز بها واعمل بها، واترك كل الروابط الحزبية والقبلية والقومية والعرقية. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز من قائل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ثم قرأت قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الحزبيات والتفرقات والتعصبات للعرق والقبائل والقوميات، إنما يكون الانتماء للكتاب والسنة ولأخوة الإيمان. فتمسكوا بذلك يا رعاكم الله، ففي ذلك النصر وعزة الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين، واجعلنا من عبادك الغرباء الذين يتمسكون بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، وقو شوكتهم، ورد كيد ملل الكفر عنهم، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم عليك بالأمريكان الصليبيين الحاقدين المجرمين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالروس الملحدين والفرس المجوس المجرمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. وأقم الصلاة.